من ملعب استاد الكليه الحربيه تحياتي ليك كابتن احمد شوبير، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بتابع مع حضراتكم اجواء وكواليس فريق نادي اف سي مصر هنا من ملعب الكليه الحربيه قبل دقائق قليله من انطلاق مباراته امام النادي الاهلي. خلينا نبدا بغيابات فريق مصر المقصه. كابتن احمد، رضا الويشي نجم فريق مصر المقصه هيغيب النهارده لحصوله على ثلاث انذارات، كمان جبريل بويانج ومحمود رامبو النهارده مش موجودين داخل المباراه، وان كان محمود رامبو في اف سي مصر النهارده خرج يوم المباراة النهاردة الصبح ودخل مكانه محمد جمال تريكا نتيجة لأنه جاله شد عضلي النهاردة الصبح، وبالتالي فضل أنه ما يكونش موجود النهاردة. كابتن طارق عبدالله المدير الفني لفريق اف سي مصر. كمان بقى النهاردة الاحتفالات بالنادي الأهلي وحصوله على درع الدوري الحقيقة مستمرة. النهاردة فريق اف سي مصر قرر أنه يحتفل بالنادي الأهلي سواء داخل غرف خلع الملابس بوجود تورته كده من اداره نادي اف سي مصر للاعبي النادي الاهلي داخل غرف خلع الملابس قبل المباراه، وكمان هيتعمل ممر شرفي هنا في ملعب المباراه. الحقيقه كابتن شوبير كمان عايز اقول لحضرتك انه تم الاعلان بشكل رسمي عن تشكيل فريق نادي اف سي مصر اللي هيكون عصام ثروت لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر مصطفى كالوشا واحمد اوكا ومحمود الشبانه وعلاء عطا، خط الوسط هيكون محمد جمال وهشام عبد الحميد واحمد يوسف واسلام صلاح، ثنائي الهجوم هيكون مصطفى سلطان وكليف. بالتاكيد طبعا هيكون النهارده نازل اف سي مصر بكامل النجوم. النهارده الحقيقه ارض الملعب بتظهر في ابهى صورها، الحقيقه استاد الكليه الحربيه وحشنا في المباريات الكبيره اللي بيظهر في ابهى صوره النهارده. كمان كابتن شوبير يعني عايز اقول لحضرتك انه انباء بيع او استحواذ احد الشركات الاستثماريه على فريق نادي اف سي مصر الحقيقه عامله نوع من الترقب لدى كل اللاعبين والجهاز الفني داخل الفريق. كل لاعب بيفكر انا هكمل مع اف سي مصر سواء في حاله بقائه او هبوطه للدرجه الثانيه، وان كان كابتن طارق عبد الله الحقيقه بيدي الامل يعني لو كان امل طفيف بيدي الامل للاعبين ان ممكن فريق اف سي مصر يكون موجود في الدوري هذا الموسم، لكن اللعيبه كلها عندها الترقب سواء هتكمل او لا. لكن كابتن طارق قال لهم خلوا المباريات المقبله والمباريات اللي جايه ان شاء الله تكون بمثابه ان انتوا تعرضوا نفسكم سواء كملتوا في اف سي مصر او انتقلتوا لاحد الانديه الموجوده في الدوري الممتاز. كابتن شوبير، دي كانت كل الاجواء والكواليس الموجوده هنا من استاد الكليه الحربيه. العوده اليك كابتن احمد شوبير، تفضل. شكرا حسن. كل اخبار فريق مصر، على فكره هو اسمه مصر وكان اسمه اف سي مصر وبعدين غيروا الاسم بقى فريق مصر يعني بعد التعديل، لكنه كمان السنه الجايه مش هيبقى بقى خالص يعني غالبا بعد بيعه لاحدى الشركات الاستثماريه او الاتفاق، وهيتم الاعلان رسميا خلال الاسبوع المقبل. نتمنى لتجربه الاستثمار في مصر انها تكون ناجحه باذن الله. اخبار النادي الاهلي مع زميلنا العزيز احمد حازم. ابو حميد مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل على حضرتك يا كابتن شوبير، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان هنا من استاد الكليه الحربيه قبيل انطلاق مباراه النادي الاهلي ونادي مصر. يمكن النادي الاهلي النهارده بيحل ضيفا ثقيلا جدا على نادي مصر بعد تتويجه بالدوري 42 في تاريخه وكسره لارقام قياسيه كثيره جدا. مشاهدي اون سبورتس في كل مكان هنكلمكم دلوقتي عن اخر المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي اللي مش هتلاقوها في اي حته غير عبر شاشات اون تايم سبورتس. في البدايه نكلم حضراتكم عن البلان اللي بيتبع رينيه فايلر المدير الفني لنادي الاهلي، عامل استراتيجي كده معينه بحيث ان هو عايز الراجل لما يبتدي ان هو يخش في المعترك الافريقي عنده سيمي فاينل تشامبيونز ليج افريقيا يبقى اللعيبه عنده جاهزه بدنيا بنسبه 100%. الراجل مش بيهزر، الراجل حاطط بلان، وبالفعل بدا رينيه فايلر من بدايه من مباراه اليوم ان هو يطبق البلان ديت. كان واضح جدا في تدريبات النادي الاهلي امس تطبيقه لهذا البلان او تطبيقه لهذه الخطه اللي موضوعه من قبل رينيه فايلر، بدايه ان هو عايز يريح بشكل كبير جدا اللاعبين، بس مش يريح اللاعبين دفعه واحده. يعني النهارده مثلا في ثلاث لاعبين هيكونوا بياخدوا قسط من الراحه زي حمدي فتحي وقفشه وجيرالدو. وبذكر جيرالدو جاله طبعا خطاب او فاكس رسمي من منتخب انجولا ان هو هينضم بالفعل لصفوف المنتخب الانجولي في المعسكر المقبل شهر اكتوبر المقبل. طبعا هنكلم حضراتكم برضو عن البلان اللي ريني فايلر بيتبعها، ان هو عايز يجهز اللعيبه بدنيا بنسبه 100% بالذات حسين الشحات وكهربا اللي
محتاج ان هو يكون واقف على مستواهم ومتاكد جدا ان هم فيت بنسبه 100% قبيل المعترك الافريقي، وده هيفرق جدا مع النادي الاهلي. وريني فايلر عنده ثقه كبيره جدا في حسين الشحات وكهربا وعايز يعتمد عليهم في تشامبيونز ليج افريقيا بشكل كبير جدا. عايز برضه اكلم حضراتكم عن طريقه اللعب اللي ريني فايلر في الفتره الاخيره كان بيغيرها خصوصا بعد جائحه كورونا. ريني فايلر كان بيتبع خطه 4-3-2-1 ولكن بعد كورونا بدا يلعب ب 4-4-2 وده كان واضح جدا في المباريات السابقه لما طبعا سئل كابتن سامي قمصان في هذا الشان، فكان بياكد ان هو لابد ان يكون اللعيبه حافظه اكتر من طريقه لعب لان ده هيفيد الفريق بشكل كبير جدا. ايضا عايز اقول لحضراتكم ان امس في المران ريني فايلر كان بيشتغل بشكل كبير جدا على تصحيح الاخطاء الدفاعيه بالذات كابتن شوبير اللي ما بين السرد باكات والباكات ورقم 6 او 8 الحته اللي في النص ما بين الباكات ومركز 6 و8 ريني فايلر كان مركز بشكل كبير جدا على هذه المشكله. طبعا كان واضح جدا هذه الاخطاء التكتيكيه في الملعب في بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره السابقه. ايضا ريني فايلر النهارده هيدي لشباب طبعا المنتخب بتوع كابتن ربيع ياسين فريق الشباب النهارده هنشوف منهم حمزه علاء الجول كيبر طبعا بعد علي لطفي ما اصيب بفيروس كورونا بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل، ايضا عربي بدر ومحمد فخري. كابتن شوبير ابرز الغيابات النهارده محمود متولي، محمد محمود تمثل للشفاء ولكن ريني فايلر كان بيقول ان هو لسه مش جاهز بدنيا بنسبه 100% وايضا حسين الشحات. صالح جمعه طبعا مستبعد لاسباب فنيه. كان ريني فايلر بيتكلم معاه في الفتره الاخيره ان لابد ان يكون هناك انقاص للوزن بشكل كبير جدا، بنتمنى طبعا يعني التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي وكل اللعيبه في الدوري المصري الممتاز. طبعا كابتن شوبير تعود الكلمه مره اخرى لحضرتك، تفضل يا كابتن شوبير اليك الكلمه. احمد